تربية الطفل اليوم في الظروف المعيشية والاقتصادية اللي عم نعيشها كتير صعبة، وخلال سنوات الحرب كمان أثرت بهي التربية، لأنه ما عاد في عوائل عايشة لحالها، عم تكون أكثر من عيلة عايشة في البيت، فعم يكون في تدخل بالتربية وأسلوب التربية، ويختلف يعني بتختلف التربية من الجيل القديم للجيل الحديث. بس اليوم رح نحكي عن الطفل الوحيد، يعني دائما بيقولوا الطفل الوحيد مدلل عند أهله، الطفل الوحيد، لأنه ممكن يكون العكس تماما، أو بتلاقي كل العالم بده تطبق هي النظريات التربية الحديثة عليه. صحيح. ففعليا التربية اليوم مسؤولية، وإذا طفل وحيد لسه بتكون هيك مسؤولية أكبر والضوء عليه أكثر. أكيد نور، ودائما بيختلف الطرق، يعني في كل حدا بيحاول يعطي من تجربته بتربية الطفل الوحيد، مع أنه هي ما ممكن نسخة تجربة شخص على تجربة شخص آخر، لأنه صحيح. بالعموم بالحياة كل إنسان فينا هو ابن ظروفه، ابن بيئته، وابن سنته اللي ولد فيها. اليوم ممكن في ناس ولدت بعد كورونا يتم تربيتهم بشكل مختلف عن الأطفال اللي انولدوا قبل وغيرها، وكثير من الدراسات انعملت عن هذا الموضوع. أنا كيف بكافئه؟ هل هو رح يتحول لشخص أناني باعتبار ما في حدا بينافسه، فمتعود كل شيء إلي لوحدي؟ قال أنا ممكن كافئه بالأمور المادية، فهذا الشيء بيخليه يصير شخص اعتمادي. كتير تفاصيل ممكن نحكيها هلأ ونعرف شو الصح وشو الغلط فيها. طبعا مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ محمود الخالد، وهو مدرب معتمد في حماية الطفل والصحة النفسية. يسعد صباحك أستاذ محمود. صباح الخير. يسعد صباحك ونعم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، ودائما بنسلط الضوء على مواضيع مهمة بما يخص تربية الأطفال معك. خلينا نحكي اليوم عن تربية الطفل الوحيد، يعني خلينا نحكي يمكن شو هي أبرز المشاكل اللي بيعانيها الطفل الوحيد. عم نحكي نبلش خطوة بخطوة، يعني في كثير من الناس بيكون عنده طفل ما بتعرف أساسا شو هي الخطوات الأساسية، والقصة متشعبة لأنه مش أنت اللي عم تربيه لحالك، في أكثر من عنصر للأسف عم يكون داخل معك بهي التربية. فخلينا نحكي المشاكل اللي بيعانيها من سنواته الأولى الطفل الوحيد أو الأهالي بيعانوها معهم. صباح الخير أول شيء. هلا أول شيء بالنسبة لموضوع الطفل الوحيد تفضلتي انت، الاهل، انا دائما طبعا اكيد بالنسبه لموضوع تربيه الاطفال بنرجع احنا للاساس اللي هو الاهل. يعني الاهل هن اول مشاكل الطفل الوحيد. ايش؟ لانه هن بالنهايه هن اللي ببلشوا يزرعوا فيه الشغلات السلبيه او السيئه، يعني لانه هو وحيد فهن بيخافوا عليه خوف زايد. هذا الخوف الزايد بيعمل له نوع من انواع، هذا الخوف رح ينتقل له مثل ما هن بيخافوا عليه، هذا الخوف رح ينتقل له، فهو رح يصير يعني كل حركه بده يخطيها هو خايف منها، من خوف الاهل عليه. يعني بالنهايه هو ما رح يقدر يكون يتجرأ يعمل اي تصرف، اي حركه بده يعملها. ليه؟ لانه من خوف اهله عليه فهو صار خايف يعملها، فرح يصير هذا الموضوع عامل له نوع من انواع ضعف الشخصيه. ثاني شغله، الاهتمام الزايد من الاهل، لانه وحيدهم فهو مقدم له كل شيء. فبالنهايه ببساطه هذا الطفل شو ما بيطلب بيتلبى، فممكن يكون معه، ممكن اولا رح يصير في معه نوع من انواع الانانيه، لانه هو خلص هذا ما في منافس له، فهو معود انه هذا كل شيء له، ما انه معود انه يشارك ألعاب، وما أنه معود أنه يشارك أفكار، وما أنه معود أنه يشارك أي شيء، فهو كل شيء لإله. إضافة إلى ذلك هذا الشيء ممكن حتى على الصعيد الصحي، اليوم الطفل الوحيد لأنه هو وحيد فهو شو منطلب بيتلبى، بسكوت، شوكولا، قصص، حكاية، فهذا الشيء ممكن يسبب له مضار صحية. صحيح. اليوم الطفل الوحيد بالنهاية كمان الأهل اليوم لأنه وحيد ما في مين يشاركوا في الألعاب، فأنتوا اليوم وإذا كانوا الأهل عم يشتغلوا ضمن ظروف الحياة كما تفضلتي بالبداية، ظروف الحياة الصعبة. صحيح. ممكن يكون الأب والأم مشغولين أو عم يشتغلوا، فبالنهاية وما في مين يتسلى معه، فبالنهاية الآيباد أو الموبايل خود العاب وخود اشتغل فيه، فهذا. صحيح. هي أجهزة اللوحية مثل ما بنسميها. طيب. يعني طيب أستاذ محمود، حضرتك حكيت عن فكرة كتير مهمة اللي هي المشاركة. نعم. اليوم يمكن إذا ما عندنا أخوات بالبيت بما أنه هو طفل وحيد، فبيكون موضوع المشاركة مع الأهل صعب شوي، والأهل بيحاولوا دايما يكون دور أنه نحن الشخصية الاعتبارية، فما فينا نشاركك بكل شيء لحتى ما ينكسر شوي هذا حاجز الصورة أو الهالة اللي بيعملوها الأب والأم. فهل بتنصح أنه يكون مثلا إذا في لهم قرايبين أنه نحن
نخلي الولد يقضي فتره معهم من باب المشاركه اكثر لحتى نخرجه من عزلته من انه هو وحيد، او لا ما بتنصح؟ شو النصيحه اللي بتقدمها بهذا الموضوع بالذات؟ هلا هو جرت العاده اصلا انه هو الطفل الوحيد هو اللي بيكون ممشي اهله اصلا، لانه هو وحيد يعني، عرفتي علي شلون؟ هو شو ما طلب بيمشي، بده ياخذ يعني على سبيل المثال اذا بده ينتقل من غرفه لغرفه بروح بياخذ ابوه، ابوه بيقوم بيمشي معه، عرفتي علي شلون؟ بياخذ امه بيقوم بيمشي معه، إضافة إلى طبعاً تدخل الجد والست، الجد والجد والست، وهي التفاصيل اللي هن غالباً ممكن يكون في لهم دور سلبي مؤثر على هذا الموضوع. لا كتير ضروري بالنسبة لموضوع شخصية الأب والأم تكون حاضرة، تكون حاضرة بتربية الطفل حتى لو وحيد. لازم يكون في ضوابط لتربية الطفل الوحيد أو غير الوحيد. اليوم ما في مجال إنك أنت تلغي هاي الشخصية، لأنه هو خلاص هو بالنهاية إذا أنت عودته عادة أنه أنا شو ما بطلب بتلبى، وشو ما بعمل مسامح، إذا كسرت إذا خربت يلا معلش بسيطة، إذا وقعت أنا لازم أركض عليه، فبالنهاية هو خلص هو رح يصير في عنده نوع من أنواع الأنانية، ورح يصير في نوع من أنواع استغلال هذا الموضوع أنه أنا يعني أنا أنا وحيد، أنا شو ما عملت مبرر لي. فبالعكس تماما، أنا إذا كنت بنصح أول نصيحة للأهالي فهو شخصية الأب والأم لازم تكون شخصية حاضرة، لازم ينحط ضوابط شو الصح وشو الغلط، شو الإيجابي وشو السلبي. الإيجابي أنت راح تتكافأ عليه، والسلبي أنت راح تتعاقب عليه بالنهاية. أما بالنسبة لناحية انخراطه مع أقرانه فهذا أمر كتير ضروري. اليوم ما في شيء، الطفل الوحيد إذا أنت ما يعني خليته يعني يختلط مع أقرانه قطعا رح يصاب بالوحدة، رح يصاب بالانعزال، ممكن هاي الوحدة والانعزال ممكن تؤدي بعدين لعدوانية، صدقيني بهذا الموضوع. فاليوم أمر كتير ضروري، اليوم ما في أطفال أنا لازم أخذه لعند قرايبينا اللي عندهم أطفال من عمره، ما في قرايبين أنا بأخذه على الحديقة بلعبه، بأخذه بمشيه بنزله، يعني بنزله بفرجيه عالم، بفرجيه المجتمع، بخليه يشوف العالم، يشوف الناس، يشوف الأطفال. حتى إذا بأخذه على المول على سبيل المثال أو بأخذه على الشارع بيشوف أطفال من عمره، بتلاقيه هلا بتشوفي الطفل الوحيد إذا بيشوف أطفال من عمره بيركض عليهم حتى لو ما بيعرفهم بالشارع، صح؟ عرفتي علي كيف؟ فاليوم كتير ضروري، كتير ضروري أنك أنت في حال لو كان وحيد لازم ينخرط، لازم يختلط مع أقرانه، لا يبلش يتأقلم على هذا على 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 المحيط اللي حواليه. طيب خلينا نحكي، أحيانا كمان بتكون من أحد صفات الطفل الوحيد يمكن وبسبب التربية الغير صحيحة هي العدوانية، يعني بتلاقي أحيانا طفل عدواني بيحب امتلاك الأشياء الخاصة فيه، ما بيقدر يشاركها، بيكون في عنده ردة فعل كتير قوية، أناني. هون كيف بيتم التعامل مع هيدا الطفل؟ ونحن قلنا ببداية حديثك أستاذ إنه فعليا كل الصفات أو السمات اللي بيتحلى فيها الطفل هو أساساً اكتساباً من المحيط، من صح. تربية الأهل، فهو بيكون خطأ نتج عن تربية. طبيعي، اليوم أنا لما أنا مأمن له كل شيء، أنا هذا الطفل شو ما بيطلب بيتلبى، الألعاب لإله، الأكل لإله، الشرب لإله، الورق أي شيء بيطلبه هو لإله. فأنت لما يجي حدا ما في شريك لإله يقاسمه عليهم كويس، فطبيعي انه انا لما اشوف انا ابن جيراننا او ابن يعني او قرايبين لنا بده يجي يشاركني بلعبتي، فطبيعي اني انا دافع عن هذا الشيء، لانه هذا الشيء لي وما لازم حدا ياخده. فهذا هاي الانانيه رح تتحول لعدوانيه، لاني انا ممكن اضربه لانه اخذ لي اللعبه تبعتي، انا ممكن اضربه لانه اكل لي، شاركني بالاكله تبعتي. تمام، وهون طبعا نرجع للأساس، دور الأهل. صحيح. أنا من البداية لازم أني أنا أعلمه أولاً شو يعني مشاركة، لازم صحيح. أني أنا أعلمه شو يعني أنه هذا الشيء يعني إلك وإلك ولغيرك. أنا من البداية من وقت ما يكون هو صغير، حكينا قبل شوي لما أنا بدي أنا ينخرط مع أقرانه من كان قرايبين ولا معارف ولا تفاصيل، فأنا لازم أني أنا أقعد معاهم وعلمه أنه يأكل معاهم، وعلمه كيف يلعب معاهم ويعطي لعبته، ومن دون أي من دون يعني مثل ما بيسموها أي إبداء أي ردود أفعال. طبعا هاي القصة بتبدأ من علاقتك معه. يعني على سبيل المثال اليوم أنا عندي مثلا بنتي أو ابني، أنا بدي أعطيه الموبايل كويس، فانا اول شغله لازم اعلمه اياها انه انا مثل ما اعطيتك الموبايل، ايمتى ما قلت لك هات الموبايل راح تعطيني اياه، صحيح؟ من البدايه اللي هو نحن الاب والام، ايمتى ما اعطيتك اللعبه على سبيل المثال خذ العبها، ايمتى ما طلبتها منك راح ترجع لي اياها، ومن غير ما تبكي ومن غير ما تنق عليها ومن غير ما تمسك فيها. هي تبدا من الاهل وتنتقل
لوين؟ تنتقل بقى للاقران والمحيط. فهذا امر كثير ضروري، هذا امر كثير اعتيادي فيما لو اني انا اخطات بتربيته. الدلال الزايد هو بالنهايه رح يوصل لهذا لهي النتيجه. صحيح. يعني اكيد. طيب استاذ محمود، كثير اوقات بنسال انه نحن في عنا امور صارت معروفه للكل، انه انا لازم انتبه على تصرفاتي امام طفلي بغض النظر اذا كان طفل وحيد او لا، لازم اعرف كيف علمه شو يتصرف وكل هاي التفاصيل، ومع هيك في بعض الامور اللي بيسموها فخ، اللي هي بتكون بتبين مع الاهل بسيطه ما رح تعمل مشكله كثير، ولكن هي بتعمل مشكله كثير كبيره تاثيرها بالتربيه. فينا نذكر بعض هاي الامور؟ هلا نحن رح نحكيها بشكل عام، وخصوصا بالنسبه يعني بشكل عام للاطفال وبالتخصص بالنسبه للموضوع للطفل الوحيد. اليوم انت شو بتزرع بتحصد. صحيح. الطفل الوحيد بالنهايه لازم تتعامل معه مثله مثل اي طفل لتكسبه لاحقا. انا اليوم هذا الطفل اذا عودته انه هو كل شيء مامن له، فانت عمليا انت مبدئيا عم تمحي شخصيته. كويس. انت لا عم يعني اتكالي، فهو خلص ما بقى يقوم باي واجب من واجباته، ما بقى يعمل اي تصرف ولا يعمل اي شيء. فالطفل لازم اني انا بلش اكلفه بمسؤوليات وبمهام ولو صغيره. يعني انا بقوم من تختي ببلش اني انا اعلمه كيف يرتب تخته، بعلمه كيف يغسل، بعلمه كيف يطلع يساعدني بالفطور، يساعدني بالفطور، يطلع يسقي الزريعه على سبيل المثال. فانا هون ببلش اني انا عم ابني له شخصيته. ليه؟ لانه انت اذا عملت غير هيك فانت مبدئيا عم تمحي له شخصيته. انا لما بخليه يطلع يلعب ويختلط مع اقرانه، بالنهايه هو بده يوقع، بده يكتسب مناعه، بده يشارك، بده يحكي، بده يلعب، بده يصرخ. انا بالنهايه اذا انا ما طلعته وخليته بالبيت لانه هو وحيدي، بالنهايه هو انت مبدئيا عم تحكم على طفلك بالانعزاليه والخجل. لانه هو بالنهايه فجاه طبغم، صار عمره 3 سنين 4 سنين 5 سنين، فجاه شاف عالم، رح يصير يهرب ويميل الى الوحده. ليش؟ لانه هو بحياته ما حكى معهم، ما شاف ناس، ما حكى، ما لعب، ما صيح، ما وقع. بالنهايه انت كمان عم تحكم على ابنك بالانعزاليه والخجل. فضروري كذلك الامر الاهل من عمر صغير مباشره انك انت تطلعه تلعبه تعرفه على العالم، ينخرط معهم. بالنسبه اللي حكينا عنه الانانيه اليوم، انا من البدايه بدي اعلمه انه في كل يعني هذا الشيء. على سبيل المثال الالعاب اللي انت لعبت فيها بعمر السنتين او عمر 3 سنين، اوكي، خلصت منها وهي انت ما عاد تلعبها، انت نفسك بدك تعطيها لقرايبك او معارفك، خليه هو يلعب فيها، بدك تعلمه كيف انه خلص يعني انت كيف تقدم هذا الموضوع. انت ما عاد تلعب فيهم، انت اللي بدك تاخذهم لعند فلان او فلانه او تروح تتبرع فيهم. انا باخذك بروح مثلا على سبيل المثال على جمعيه او على دار ايتام او اي شيء، انت بدك تروح تتبرع بهي الاطفال وتقول له السبب انك انت هي الاطفال انك انت ما عاد لعبت فيها، في غيرك هو ما نو قادر يحقق امنيه اللعب بهي الالعاب، فانت اللي بدك تقدمها. فانا هون بكون انا عم علمه كمان ثقافه العطاء، ثقافه انك تشيل اللي ماله لازمه عندك. انا عم امحي الانانيه من عندك، شيء ما لك انت ما مستفيد منه لازم تعطيه لغيرك. نرجع للاساس، الاهل شو بتزرع وبتحصل. تمام. أكيد. وهي نقطة كتير مهمة رح نختم فيها بعدد من النصائح، لأنه معنا بس دقيقة أستاذ. أهمية أنه الأهل مراية أولادهم. صحيح. يعني كل تصرف أنا اليوم بقوم فيه الولد بيتعلمه مني. يعني الولد بيقول لك أنه أنت هيك، أنا بس أكبر بدي دخل لأنه أنت بتدخل. صحيح. قديش مهم الأهل اليوم ينتبهوا على كل تصرفاتهم أمام أطفالهم، لأنه بالأخير هي اكتساب منهم. صحيح. حكيت لك قبل شوي، نحن اليوم ما فيني أنا أطلب من ابني يجي يساعدني بأعمال البيت وهو شايفني أنا قاعد. ما فيه أبدا. ليش؟ لأنه بالنهاية أنا قاعد، أنا كأب قاعد وأنا عم أقول للأم عملي سوي إلى آخره، وبعدين بقول له لازم تقوم تساعد، ما أنا نفسي ما عم أقوم. أنا اليوم الأهالي لازم لما أطلب من طفلي يشتغل شيء لازم يشوفني قدامي. لما أنا بطلب منه أنا يساهم لازم يشوفنا نحن عم نتعاون مع بعض. لما بطلب منه يكون في يعني بلش من نفسي، بلش من صوت منخفض، فأنا لازم يشوفني عم يحكي بصوت منخفض. لازم ما يقاطع بالحديث، لازم يشوفني أنا ما عم أقاطع الحديث. هي بالنهايه شو بيشوف الطفل بتقلد منك. اكيد. بالختام بدنا نتشكرك استاذ على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك استاذ محمود.